وبعد غياب دام أكثر من 10 أيام للطفل ياسين سعودي، والذي سبق لتلفزيون النهار أن بث قضية اختفائه، تمكنت مصالح الأمن من العثور على هذا الطفل ابن مدينة بوسعادة، وهذا بمحطة المسافرين لذات المدينة، علما أن الطفل غاب عن المنزل بعدما راودته فكرة الالتحاق بأحد الزوايا في ولاية الجلفة من أجل التعليم دون سابق انذار وحتى دون إعلام والديه. التفاصيل نقلها فاروق خضراوي. شيخ 127 في رمضان، هذا اليوم المبارك رجع الولد. نشكر كل الحمد لله شيئا فشيئا نحمد الله عليه. الحمد لله رب العالمين، رجعنا الولد سالما قانما، يعني معافى من، اللهم لك الحمد يا ربي والشكر. كاين الناس كلمونا والله ما نعرفوه، يتبكاو ما نعرفهمش اصلا، كلموا فينا في التليفون، لقاو رقم تاع التليفون تاع الطفل تاع الولد هذا في الفيسبوك او في قناه النهار او في قنوات اخرى يكلموا فينا. الحمد لله نشكر الله اللي رجع لنا ياسين سالما غانما معافى من كل ناحيه الحمد لله، ونشكر العمام وخواله والامن، خاصة الأمن كي يروحوا نروحوا لهم يقولوا لنا روحوا متهنيين، حنا راه بنا حنايا، حنا اللي نحوسوا عليه. ونشكر الجيران، نشكر أصدقاء باباه، قامت النهار اللي سباقة هي الأولى اللي جاتنا، الحمد لله نشكرهم بزاف بزاف. نشتي لك الخير كمان بوكم بويك وامك، ونعطي نصيحة كل واحد يرجع لدارهم خير له، وهذا ما ونشكر مصالح الأمن اللي عاونونا، ونشكر أهل المسجد، خوالي وعمامي اللي دايما قاعدين هنا.